السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يمسيكم بالخير جميعا. تعرفون طبعا الرصاص هذا النك اوت السابق اللي هو 216 زي ما تشوفون، والجديد اللي جاء عن طريق الصياد العربي اللي هو 217. ال 216 مع اكثر الشباب كان جدا ادائه ممتاز للغاية، الا ان فيه مشكلة اللي هي ما يخلو من الشطحات، يعني يجمع لك تقريبا يمكن اربع خمس طلقات بعدين يشطح بطلقتين او بطلقه. نزل 217 ومتوسمين فيه خير، اليوم جربته رميت فيه على 248 متر، ما شاء الله اعطاني اداء جدا جدا ممتاز من البعيد، واعطاني اداء كذلك القريب جدا ممتاز ومرضي عكس الاول، تاصل يعني ممكن 20 طلقه ما طلعن الطلقات من بعضهن. فضلت اني حقيقه اقوس القطر اتاكد منه، لان الاقطار في بعض الرصاص سواء مثل هذا الاتش ان او مثل النيلسون او غيره اللي يجي فيها عده اقطار ما تكون الاقطار زي ما هم مكتوب 217 او 218 او 216، لازم تختلف. لذا فضلت اني اقوسها واشوف وش الفوارق. بما ان هذا تفوق اللي هو 217، طبعا ما هو تجربتي فقط في الحكم عليه بالتفوق، فيه اكثر من اخ من الاخوان جربها، الاخ عيسى الحربي جدا جدا ممتاز معه، والاخ ابو حمد من الامارات فتحي، وكذلك ابو عبد الله كذلك من المنطقه الشماليه، جربه كثير من الشباب ما شاء الله واعطاهم نتائج جدا جدا ممتازه. طيب ما نبغى نطيل في الحديث، نبغى نشوف هذا ال 217 اليمين ودرب الغانمين يمين، وهذا ال 216 بنقلبه علشان نعرف. طبعا القدمة ما تستخدم في قياس القطر بشكل دقيق، فقط المايكرو اليدوي او المايكرو الالكتروني، نستخدم المايكرو الالكتروني وبنستخدم كذلك الميزان اخر شيء علشان نقوس الحجم الوزن. بسم الله نبدأ. اول شيء نتأكد انها مصفرة القدمة، عذرا المايكرو مصفرة، ممتاز. بسم الله ناخذ أول طلقة، طبعا بيكون التجارب بتكون على أكثر من طلقة. 216 واحد، نحركها ميتين ستة عشر اثنين. هذه منين اخذناها؟ هذه اي اخذناها من هنا، 216 2 216 2. طبعا انا قستها فيه 4 وفي 2 وفي 3، 216 2 216 3 216 1. هذه نادرا تجي بس يمكن من طاجة من الطرف. 216 2 ونص، يلا روحي الله يستر عليك، طاحت. 216 13. طيب يعني من 216.2 الى 216.3، حلو. طيب احفظوا الرقم هذا، من 216.2 الى 216.3. نجي للي هو ال 216 سابقا، 216 216 216. هذه ما يعتد فيها اعتقد، 215.58 ممكن لها مطعوجة، ميتين وخمسة عشر فاصلة ثمانية
216 215.8 215.8 لأجل نتأكد إحنا مصفرينها، أخذنا أكثر من قياس. طيب معناها هذا 215.8 إلى 216، وهذا من 216.2 إلى 216.3، يعني ما هو 217، وهذا لكنهم جابرين الرقم. حلو. طيب لو بنتكلم عن الاختلافات، وش الاختلافات اللي بينهم؟ الاختلافات اللي بينهم 217 تنورته أعمق. لاحظوا شفتم كيف؟ طيب تنورته أعمق لكن بالطول أخذ طول، يعني التنورة هذه أخذت بالطلقة طول زيادة. لاحظوا الطول، واحد 32 هذا أي واحد؟ هذا هنا، نتأكد مرة ثانية، 31 62، وهنا 62 أعتقد أن خلطنا. أي صادق، هذه ما هي، هذه 16، نقوس 17 أولا، 217 31 62، والله اني ما ادري لخبطت ولا ايش صار، 31 62، انا قيسها قبل شوي اطول بسبب التنوره، 31 62، 31 66 64. طيب نجي هنا نشوف هذا كله في 60 62 64 63، نجي هنا ونقوس اللي هو 216، 31 48. شفتوا كيف الطول قصير؟ هذا 63 آخره، 45 43. 217 أطول من 216. القطر من 216.2 إلى 216.3. 216 أقصر. القطر من 215.8 إلى 216. طيب نجي للوزن، الوزن أنا لاحظتهم كلها واحد، خمسة وعشرين فاصلة ثلاثة، خمسة وعشرين فاصلة أربعة، خمسة وعشرين فاصلة أربعة، خمسة وعشرين فاصلة أربعة. هذا 216. طيب 217، 25.3، 25، 25.2، 25، 25.2. والله كأنه أكثر، أكبر وزن منها 216، 25.2. 217 وزنه كأنه أقل. نرجع ثاني مرة نقوس 216 نتأكد، 25.3، 25.3، 25.2، 25.2. يعني نسبيا تقريبا، تقريبا 216 أثقل شوي من 217. طيب نبي نشوف
الفوهة نفس الشيء، ما تغير حاجة. اللهم التنورة طولوا ال217 ورفعوا التنورة فوق اللي هو اليمين هذا. الله ظافري توحش. وال216 صارت الطلقة قصيرة بسبب ان التنورة حقت ال217 اللي هو اليمين اطول منها. هذا الاختلاف بين ال217 وال216 النوك اوت. وحقيقة يشكرون الاخوان في الصياد العربي انهم وفروه. انا والله كنت انتظره وكنت متفائل انه بيطلع ان شاء الله ممتاز. هذا ما هو بسيء، كذلك ممتاز، لكن هذا لبعض البنادق اللي جربتها انا. حقيقة الامباكت جدا ممتاز عليها. الله يوفقنا وياكم بالتوفيق المبارك.